هدومي بعنف وبيسألني جيرمي فين؟ أنا عارف إنك عارف هو فين وعارف إنك عارف مكانه. بعدت عنه وأنا ببص له بغضب. أنا ما أعرفش أي حد اسمه جيرمي خالص. قلت له كده قرب مني والغضب مالي عينيه وقال لي بص يا حسين، أنت محظوظ إني سايبك حي لحد دلوقتي. قولي فين جيرمي وأنا هسيبك في حالك. فقدت أعصابي وزقيته بعيد عني. قصص رعب حقيقية حدثت بالفعل. أهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم أحمد ربيع من قناة جنب قلبك. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش اللايك والشير لأنهم بيفرقوا كتير في انتشار الفيديو. واللي مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد. وبس كده، تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. من يوم ما ماما ماتت وبابا جه علشان يعيش معايا في البيت، عايش معايا اهو بقاله اكتر من سنة وما شفتش منه اي حاجة وحشة لحد من كام يوم فاتوا. بابا دخل البيت لابس تاج على راسه، اول ما شفته انفجرت في الضحك. بصراحة شكله كان مضحك جدا. بصلي والغضب مالي عينيه، بصلي بعظمة وهو بيشاور لي وبيقول بجدية انا اديتك الاذن تضحك. قمت وقفت وانحنيت قدامه بحركة تمثيلية ساخرة. المفاجأة كانت انه مسكني من شعري وخبط راسي في الارض بقوة. لما حاولت اقوم حسيت بسكينة حد على رقبتي من ورا ومن بين انفاسه وبصوت كله غضب كان موطي فوقي وبيقول هسيبك تقوم دلوقتي، لكن المرة الجاية اللي هتتريق عليا فيها انا هموتك، فاهم؟ قمت وقفت وحاولت اسأله لو هو كويس او في حاجة، لكن قبل ما اخلص سؤالي سابني واقف بكلم نفسي وخرج من المطبخ. طلعت الدور التاني ودخلت اوضة نومي. مراتي كانت نايمة على السرير بتقرأ كتاب وبصت لي وهي مبتسمة ابتسامة بسيطة، لكن نظرة القلق على وشي لفتت نظرها. الابتسامة بتاعتها اختفت فورا وهي بتسألني بصوت قلقان درو انت كويس؟ شكلك قلقان من حاجة. قلت لها اني كويس ومفيش حاجة، مراتي حامل وانا مش عاوز اشغلها بسبب لحظة تخويف من بابا. بمرور الايام بابا كان بيتعلق لدرجة الهوس بمنصبه الخيالي الجديد، لدرجة انه خلاني اقف انتباه كل مرة اشوفه فيها. لحسن الحظ كان بيعملني انه كأنه ملك وانا عبد عنده. كل ما مراتي بتكون قريبة منه كان بيعملها عادي وبيقعدوا يتكلموا بهدوء عن الطفل اللي جاي وبيكون لطيف معاها جدا. قررت اتحمل بابا ومشاكله لحد ما يوم 12 بايو ما يعدي على خير. بس ده اليوم اللي الدكتور حدده علشان الولادة. خلال الايام القليلة اللي بعد كده قدرت اتفاداه بشكل كويس جدا. الامور بدأت ترجع لطبيعتها بشكل كبير. بابا بدأ يهدى شوية وبدأ يجيلي امل ان كل حاجة هتبقى تمام تاني. لحد امبارح فقدت كل امل. امبارح وصلني طرد على البيت، كنت طالب واحد من سراير الاطفال اللي لازم اركبها بنفسي في اوضة ابني المستقبلي. كنت قاعد في اوضة الطفل لما بابا جه وقعد جنبي بهدوء. ابتسمت له الطف ابتسامة ممكنة وانا بقول له ان كل حاجة تحت السيطرة. ما ردش عليا، ببساطة كان بيبص للجزء اللي انا ركبته من السرير وبيتأمله بصمت. كملت شغل بهدوء كأنه مش موجود. وبمجرد ما ركبت نص السرير تقريبا وقف ومشي ناحية باب الأوضة بخطوات بطيئة وأنا بحمد ربنا إني خلصت منه. بعد تقريبا 10 ثواني سمعت صوت خطوات زي ما يكون طفل بيجري ورايا. ما عندناش أي أطفال في البيت علشان كده بصيت ورايا بسرعة، لكن مشوفتش حاجة خالص. بعد ثواني لقيت بابا داخل الأوضة جري وهو بيشدني من هدومي بعنف وبيسألني جيرمي فين؟ أنا عارف إنك عارف هو فين وعارف إنك عارف مكانه. بعدت عنه وأنا ببص له بغضب. أنا معرفش أي حد اسمه جيرمي خالص. قلت له كده قرب مني والغضب مالي عينيه وقال لي بص يا حسين،
انت محظوظ اني سايبك حي لحد دلوقتي. قولي فين جيريمي وانا هسيبك، هسيبك في حالك. فقدت اعصابي وزقيته بعيد عني، سبته وخرجت مشيت ناحية المطبخ. مراتي كانت على الترابيزة بتاعة المطبخ بتاكل ساندوتش. مشيت بصمت وقعدت جنبها، حاولت تفهم مني في ايه، لكن بهدوء قلت لها تخلص اكلها الاول. لما خلصت اكل بصيت لها وحكيت لها كل حاجه بابا عملها في الكام يوم اللي فاتوا. سكتت شويه وبعدين قالت لي ان بمجرد ما هي تولد لازم نشوف له دار مسنين يقعد فيها. بابا في اللحظه دي دخل المطبخ فسكتنا، سكتنا احنا الاتنين. قعد قدامي على الترابيزه وشاور لي على الثلاجه وبعدها على العيش. ما كنتش عاوز اتكلم معاه كتير، فبصمت قمت وعملت له ساندوتش وحطيته في طبق وحطيته قدامه. اكل قطمتين وقام رمى بقيه الساندوتش على الارض. التصرف ده اغضبني جدا. مشيت لحد المناديل وجبت له شويه مناديل، ومشيت لحد عنده وحطيت له المناديل قدامه وقلت له شيله من على الارض. ابتسم ابتسامه شريره وهو بيسالني بخوف، اشيل ايه؟ انت كويس يا درو؟ شاورت له على الارض، لكن قدام عيني كانت الارض فاضيه. لولا شويه المايونيز اللي موسخين الارض انا كنت فكرت اني بحلم. بصيت لمراتي بذهول، وشها كان شاحب وعينيها مفتوحه بخوف. هي شافت اللي انا شفته وزي بالظبط. مش عارف ازاي ساندويتش يختفي من على الارض لوحده. كانت ليله طويله وغريبه، محدش اكل اي حاجه بقيه اليوم. مراتي نامت في حدود الساعه كانت تقريبا 8. كنت بتفرج على فيلم وبحاول انسى اللي حصل لما سمعت صوت دوشه جاي من بره الاوضه، الاوضه بتاعتنا تحديدا. لما فتحت باب الاوضه ميزت صوت الدوشه ده كان جاي منين. كان صوت ضحك طفل صغير. مشيت ورا الصوت وانا خايف. الصوت كان جاي من جوه اوضه النوم بتاعت بابا. فتحت الباب براحه، بس قبل ما اتكلم سمعت صوت بابا بيكلم حد. وقفت مكاني من غير ما اطلع اي صوت علشان اسمع بيقول ايه. كان بيكلم حد وبيقول له، انا عارف انك ما مشيتش يا جيرمي، انا عارف انك هترجع لباباك. اخوك الصغير مخيب للامال شويه، مجرد حثاله قذره ملهاش اي قيمه، بس انت كل حاجه اتمنيتها من الدنيا دي. فتحت الباب بعنف وشفت بابا قاعد في وسط سريره وماسك الهواء وبيلعبه. ما اخدش باله اني دخلت الاوضه اصلا غير بعد كام دقيقه، بس ان البعض بصمت وبعدها قفلت الباب وخرجت. انا بقالي كام يوم بسمع صوت خطوات كان الطفل بيجري في البيت، وبالليل بسمع ضحك طفل صغير. انا مش عارف هتصرف ازاي. حد فيكم يقدر يساعدني؟ اللي يعرف يساعدني ولا يقول لي تفسير يقوله لي في التعليقات عند استاذ احمد في قناته. متشكر جدا استاذ احمد انك سمعتني ووصلت قصتي للناس. دي قصه بعتها لي حد من المتابعين من الولايات المتحدة الأمريكية، هو واحد من المتابعين عندي، وبعت لي القصة دي وقال لي اعبد على الناس، ولو في تفسير يا ريت يا جماعة تكتبوها لي في التعليقات وأنا هوصلها لك. خلصت حلقتنا النهاردة وقصتنا، أتمنى القصة تكون عجبتكم. لو عجبتكم يا ريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل حالا اشترك وفعل الجرس على الكل يصلك كل جديد. كان معكم أحمد ربيع من قناة جمد قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم احمد ربيع من قناة جمد قلبك، والسبيلنج بتاعها بالفرانكو عرب GMD قلبك ALBK. كمان عندنا بيج على فيسبوك اسمها كوكب الرعب، هتلاقوا لينك البيج في الديسكريبشن، واللي بينزل عليها حاجات تانية وقصص وملفات ما بتكونش مسموحة النشر هنا على يوتيوب، نظرا لانها غير مناسبة لمعظم المعلنين وحاجات كده مش عايز اوجع دماغكم بيها. كمان لينكات الانستجرام والتيك توك وكواي برضه هتلاقوهم تحت في
في الديسكريبشن، وللناس اللي عايزه تتواصل معايا بشكل شخصي هتلاقوا لينك الاكونت الشخصي الخاص بيا على فيسبوك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.